وللمزيد معنا عبر الهاتف سلطان الحداد، مصور في وكالة أنباء البحرين، الفائز عن فئة أفضل صورة صحفية. نهنئكم بهذا الإنجاز، وهلا حدثتنا عن أهمية هذه الجائزة بالنسبة لك. أشكركم بداية على هذه الاستضافة، وأوجه من خلالكم تحية إجلال إلى راعي الصحافة والإعلام سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، على ما نلقاه جميعا من دعم مستمر من جلالته. وأيضا أرفع أسماعية الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على رعايته الدائمة للجسم الصحفي. كما أود أن أشكر سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي كان حضوره تشريف وإضافة كبيرة لهذه الجائزة. وأود أن أشكر سعادة وزير الإعلام على سعيه المستمر في تطوير كافة العاملين في مجال الإعلام، وفوزي اليوم بجائزة أحسن صورة ضمن جائزة رئيس الوزراء هو شرف كبير أحظى به. هذه الجائزة تمثل لي تشجيع وحافز آخر للتميز والإبداع في التصوير الصحفي. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بوافر الشكر إلى وكالة أنباء البحرين، وعلى رأسها سعادة السيد عبد الله خليل بوحجي مدير عام وكالة أنباء البحرين، على ما لقيته من تشجيع. وهذا الفوز هو مسؤولية لتقديم الأفضل في مجال الإعلام والصحافة وسبيل للمنافسة. نعم، المصور سلطان الحداد في وكالة أنباء البحرين، شكرا جزيلا لك.